هاي بنات، عاملين ايه؟ سوري، انا في الحقيقة ان انا نسيت اصور انترو للفيديو ده، فبصوره دلوقتي. الفيديو ده هيكون مشاركتي لميك اب توك او ذا ميك اب توك على الفيسبوك، وهو جروب اللي بيتكلم على الميك اب، وهم عاملين حملة ان هم يشجعوا كل البلوجرز او الفلوجرز. فلو انتي بلوجر او فلوجر تقدري تعملي فيديو او بلوج بوست وتقولي اسمهم فيه، وهم ممكن يشاركوا الفيديو بتاعك عندهم ويساعدوكي انه يبقى عندك فولورز اكتر. النهارده هعمل معاكم ميك اب لعيد ميلادي، وهوريكم كل حاجه بالخطوات. والموضوع كان ستريسفل شويه عليا النهارده، ام ستريسد كده شويه، بس يا رب يعجبكم. ويلا بينا نبدا. هبدا بنيكس اي براو بنسل. الشيد اللي انا بستخدمه هو البلاك، وهو مش بلاك، هو في الحقيقة على جراي شوية. وفي العادي انا بستخدم جل، مش اي بنسل او مش قلم، بس المرة دي حابة اعمل بقلم عشان بحس ان الجل ممكن يتخنهم بزيادة او ما يبقاش شكله محدد شعرة بشعرة زي القلم. وبعمل ستروكس صغيرة كده بالقلم عشان ارسم مكان الحتت الفاضية شعر. انا كده مليت الحواجب بالقلم، وبعد كده بعد لما بمليهم دايما بعدي عليهم واسرحهم بالسبولي او بالناحية اللي هي زي الفرشة عشان اوزع البرودكت او اوزع اللون في الحواجب، ما يبقاش تقيل في حتة معينة وخفيف في الحتة التانية. في نفس الوقت ده بيخليكي لو انت متقلة في حتة بيخفف اللون فيها. بعد كده هستخدم تارت شيب تيب في شيد لايت ساند عشان انضف حوالين الحواجب. الكونسيلر ده بحطه بالراحة جدا، لان الكونسيلر ده بيجمنتد قوي او لونه قوي جدا، وهو تقيل كمان، فيعني نقطة منه تغطي كتير. وببيوتي بلندر انا بلاها هبدأ ادمج حوالين الحواجب. هبدأ اشتغل على الوش، وهستخدم سماش بوكس فوتو فينش برايمر الاول كبرايمر للوش. والبرايمر هو زي بيز للبشرة، بنحطه تحت الفاونديشن، وفي منه لكذا فانكشن او لكذا شيء. ممكن كل برايمر بيشتغل لحاجة معينة، في برايمرز بتقلل شكل المسام، وفي برايمرز فيها سيليكون، ودي بتخلي الفاونديشن يثبت اكتر على بشرتك. اللي انا بستخدمه من سماش بوكس ده فيه سيليكون، وده النوع اللي انا بحبه اكتر في البرايمرز، فده اللي انا بستخدمه دلوقتي، وهوزعه على وشي كله في الاماكن اللي انا هحط فيها فاونديشن. فطبعا هسيب تحت العين، لان تحت العين بنحط الكونسيلر. كده الفاونديشن هستخدم من كات فون دي لوكيت فاونديشن رقمه 48 لايت نيوترال، هحطه على ظهر ايدي كالعاده، وبعدين هحطه على وشي بفرشه مورفي ام 108. والفاونديشن ده احسن ان انت تحطيه بالفرشه عن البيوتي بلندر، وده اللي شفناه مع بعض لما عملت ريفيو عنه. هبدا اوزعه بس على وشي، وبعدين ابدا ادمجه. بصوا التغطيه عامله ازاي، الحبوب اللي كانت هنا خلاص مش باينه. الفاونديشن ده هو فول كوفرج، يعني تغطيه عاليه جدا بالفرشه. وطبعا انا ما بحطوش غير في المناسبات بس، لانه تقيل شويه على البشره، فبفضل ان انا احطه بس في المناسبات. وانا عامه يعني ما بحطش فاونديشن بشكل يومي عشان بشرتي بحس الفاونديشن بقى تقيل عليها، يعني ما بقتش احب ان انا احطه بشكل يومي. بعد لما بوزعه بالفرشة بمشي عليه بس بالبيوتي بلاندر عشان لو في اي زيادات يشيلها، وما يبقاش شكله ان هو تقيل اوفر او مكلكع، ويبقى شكله كأنه نورمال سكين. او بعد كده لتحت العين للكونسيلر هستخدم برضو تارت شيب تيب.
كده عملت الكونسيلر والهايلايت بتارت شيب تيب، وهستخدم للكونتور بالمرة وندمجهم كلهم مع بعض. للكونتور هستخدم من انستاسيا بيفرلي هيلز الفاونديشن ستيك، لكن في شيد غامق عليا بعمل بيه الكونتور، الشيد اللي هو اسمه امبر. بعد كده هرجع ادمج الكلام ده كله بالبيوتي بلندر. هدمج طبعا الكونسيلر الاول، اولا لانه تارت شيب تيب كونسيلر بينشف بسرعة، ثانيا لانه دايما ادمجي الفاتح الاول، لانه الفاتح لو جه على الكونتور مش مشكلة، انما لو اخدت الكونتور في اماكن الهايلايت هيبقى باين ان في حتت غامقة من الكونتور مكان ما بتدمجي الكونسيلر. لو كونسيلر جه على الشفايف، اولا ده بيساعد ان هو يداري الخطوط اللي على الشفايف، ثانيا مش هيبان لما تحطي الليبستيك. سبب اني بعمل هايلايت للحتة اللي تحت الكونتور دي بالذات لانه بيخلي شكل الكونتور يبقى محدد اكتر او شارب اكتر على الخدود. انا كده دمجت الكونسيلر، فاضلي بس الكونتور. انا قرطي مش كبيرة قوي، فبالتالي مش بعمل فيها كونتور قوي، حاجة خفيفة كده، وبدمجه لجوه خط الهير لاين او خط الشعر. دايما ادمجي الكونتور بتاعك على فوق عشان يرفع وشك، ما يبقاش وشك كأنه مسحوب لتحت. اما الكونتور اللي هنا فهو عشان الدبل تشين، خلصت دمج الكونسيلر كريم كونتور وهايلايت. هنبدأ دلوقتي نعمل ساتينج للكلام ده كله، خصوصا لو انتي بشرتك دهنية الافضل ان انتي تعملي ساتينج او تثبتي الكونسيلر بتاعك والفاونديشن. انا بستخدم بودرة سايبة اللي هي كوتي اير سبون، شكلها عامل كده. الكوتي اير سبون باودر دي حلوة جدا لان هي بتبقى very finely milled، او زي ما بنقول ان هي مطحونة رفيع قوي، فما بتسيبش وشك شكله كأنه في باودر كتير عليه. غير كده انا عندي لورا ميرسي 1، ويعني صدق او لا تصدق اللورا ميرسي ما عجبتنيش زي دي، مع ان هي قريبة منها جدا، دي تعتبر البديل الارخص منها، لكن دي حبيتها اكتر من اللورا ميرسي. هي بس الريحة بتاعتها قوية قوي كأنها برفيوم قديم، ففي ناس ممكن ما يعجبهاش الموضوع ده او ما تحبهوش. بثبت بفرشة ريل تكنيكس الوش كله بالباودر، وبعدين هستخدم الساتينج براش الاصغر من ريل تكنيكس برضو عشان اثبت بباودر الكونسيلر اللي تحت العين. النهاردة انا هلبس روز، فهبقى عايزة اعمل اللوك بتاعي على روز على موف، لسه مكررتش بالظبط، بس انا عارفة ان انا عايزة لوك رومانتك وبسيط ورقيق. فهدخل اول حاجة بلون ابيض، بس ان هو يبقى كبيز ليا، بثبت بيه كونسيلر اللي انا حطاه فوق العين كبرايمر. مش ضروري دايما تستخدمي برايمر للاي شادو، كفايه تستخدمي كونسيلر وتثبتيه بباودر او باي شادو باودر. فانا بستخدم اللون الابيض ده مجرد بس اثبت بيه الكونسيلر. بعد كده بفرشه دمج هدخل باللون اللي هو انيسنت اللي هو اللون ده، وانا بستخدم باليت تارت ارتست برو باليت. وفي اخر الفيديو هقرب عشان تشوفوا اللوك بتاع الاي شادو. هاخد اللون ده واحطه كلون انتقالي وادمجه بالطريقة دي. وزي ما كنت بقول قبل كده، لما باجي ادمج ما بعملش دايرة وارجع بيها لهنا، ما بعملش دايرة وارجع بيها لاخر العين هنا، انا دايما بقف هنا تمام عشان اسحب العين لبره، ما تبقاش شكل العين مدورة كده.
كده بنفس فرشة الدمج هخش في اللون اللي هو اسمه مود ده هنا، اللي هو لون على بينك شوية، وهحطه في كسرة العين. ده كده شكل الاي شادو لحد دلوقتي من قريب عشان يبقى واضح لكل الناس الالوان بالخطوات. بعد كده هرجع تاني فرشة دمج اصغر شوية واخد اللون الموف اللي هو ده على فرشة دمج اصغر شوية، وهحطها برضو تحت كسرة العين بحاجة بسيطة، اغمق بيها بس ناحية كسرة العين قبل ما اشتغل على الجفن المتحرك، لاني للجفن المتحرك قررت هستخدم ميكس ما بين البينك والجولد، فعايزة اغمق شوية اللوك من هنا لان احنا بالليل. هستخدم فرشة مسطحة وهبلها ب ساتنج سبراي من نيكس او اي ساتنج سبراي عندك، وهاخد اللون اللي هو البينك اللي بيلمع ده على الفرشة وهحطه على الجفن المتحرك كله. بعد كده اخر حاجة للجفن المتحرك اللي فوق هاخد جلام اللي هو جولد. انا اسفة ان النور بيضرب في الباليت بس عشان لونها جولد، هاخد لون الجولد ده، هو لون جولد فاتح على شامبين شوية، واحطه بس في نص الجفن المتحرك. التريك دي حلوة جدا في الاي شادو، ان انت بس تحطي اللون الافتح في النص بس، بتدي شكل تاني خالص للوك. دلوقتي هستخدم اماندا ديب لاينر وهرسم وينجد لاينر وارجع لكم. انا كده خلصت الاي لاينر يا بنات، بس هو طلع عيني وبوظ لي الاي شادو لانه الاي الديب لاينر ده ديب لاينر بتاع اماندا ما بينشفش على طول، فطبع فوق فاضطريت امسح واعيد، وكان مأساة كده وانا اصلا ستريسد عشان انزل. ف this is as good as it's gonna get، يعني مش هعرف اظبطها اكتر من كده دلوقتي. طيب يا بنات انا كده خلصت الاي لاينر، استخدمت في الاخر كاتريس اي لاينر، وهرجع بتارت شيب تيب وانضف الاحرف بتاعت الاي شادو، بحبه يبقى عنده شارب اندنج هنا بالمنظر ده كده، وهبدأ ادمجه وانضف واشيل اي اكساس او اي زيادة في الاي شادو. هرجع ببنسل براش وهاخد الكولر اللي هو جلام ده اللي انا استخدمته في نص الجفن المتحرك، واحطه تحت الحاجب بالظبط عشان يدي اضاءة شوية. نفس اللون كمان هحطه في دخلة العين. والخط الرموش التحتاني همشي بالبيربل الغامق والفاتح، همزجهم مع بعض وهسيحهم تحت خط الرموش اللي تحت. للماسكارا استخدمت لوريال تلسكوبيك واسنس اي لوف اكستريم اللي لونها بينك. وكده ابقى انا خلصت الاي شادو لوك العين النهارده، واخد مني وقت لانه اللاشز ما كانتش عايزه تظبط، فبالتالي انا شلتها لاني هتاخر على الناس. وكمان الاي لاينر الديب لاينر بتاع اماندا ما بينشفش بسرعه، فطبع فوق على الاي شادو، فمسحت العين دي كلها وعملتها تاني، فكان في ستريس فظيع وانا بعمل الفيديو ده. الحمد لله خلصنا من العين. هنخش دلوقتي بقى على بقيه الوش، عايزه بس اظبط الكونتور. احنا اوريدي عملنا كريم كونتور، هعمل الباودر كونتور بكات فون دي شيدن لايت باليت وكونتور برش من ريل تكنيكس، وهاخد افتح لون اللي هو كول تون قوي، وهاخده وامشي بيه على نفس الحتت اللي عملنا فيها كونتور باودر كونتور. دلوقتي للبلوش هستخدم اللون ده اللي هو اسمه ميلان وايت من كولوريكون
بلاشز بتاعت Wet n Wild. واو بيجمنتد جدا. طيب احنا هنسيبه كده وندمجه. مش عارفه ليه حاسه ان ولا حاجه النهارده عايزه تشتغل معايا يوم عيد ميلادي. اوكي بعد كده اخر حاجه فاضل لنا هي الهايلايت. وللهايلايت هستخدم من هودا بيوتي الهايلايت باليت بتاعتها اللي عملت ريفيو عنها. همزج لونين بس، هاخد كابري اللي هو الكريم وهحطه على عظمه الخد من فوق. وهحطه كمان هنا. وعلى المناخير وفوق الشفايف والدقن، كل الاماكن اللي انا عملت فيها هايلايت هحط فيها الكريم هايلايت ده بتاع هودا بيوتي. وبعد كده هدخل بفان براش من مورفيا في اللون التاني اللي هو سانتوريني، ومش هستخدم بقية الالوان لان اللونين دول كفاية قوي. واو شايفين؟ هو الهايلايت ده ممكن لبعض الناس يكون كتير شوية او اوفر شوية، بس هو ده الهايلايت اللي ان الايام دي ان هو يبقى بلايندينج هايلايت، بس مش كل الناس بتحبه طبعا. في ناس بتفضل الهايلايت البسيط او الخفيف، وده اللي انا بحبه في العادي، مش يعني انما النهاردة عشان في مناسبة يعني بحب الستايل اللي هو البلايندينج هايلايت. ومن كل الهايلايتس اللي انا جربتهم الهودا بيوتي هايلايت هو اكتر هايلايت بلايندينج اللي هما الهايلايت كيتس بتاعتها. بس كده يا بنات انا كده اخيرا خلصت، فاضلي بس الليبستيك. للليبستيك اول حاجة هستخدم كلولس من كولر بوب. بس كده يا بنات، وفي كده اكون خلصت الميك اب. هجيبكم قريب عشان تشوفوه كله عن قريب.